كامل نسوان العائلة، عوادق كبارات وحتى دراري صغار، ماشيين والفرحة سبقتهم، طرق كاملة وصغاريتهم الدوي المكان. في وسطهم جوهرة مستورة من الساس للراس بالحرير، من عتبة الدار حتى للحمام. يرافقوها طيابات الحمام، رافدين دوزان وحوايج العروسة، من المحبس اللي فيه الطاسة، المرايا، البنيقة، السابة، الروايح والصوابن، وكامل واش تحتاج العروسة باش توجد روحها لهذا اليوم السعيد. في الدخلة تلاقيها مولات الحمام بالترحاب، وتعلق على باب الحمام يزار ملون باش ما يدخل حتى راجل. يلبسوا العروسة فوطة تحرير خوخية ومطروزة، دايرين بهم بنيتات صغار رافدين شموع على كل الوان، وعيونهم براقة وتشعل بحال دوك الشموع من الفرحة كيخيروهم. كي تدخل العروسة البيت السخون يعلى صوت التولويل، يطلعوها الطيابات على لوح لونه غامق فوق الدكانة وين تتكسل وترخي عظامها، وريحة البخور والعطور عباقة عليها. يدلكوها وموراها يدوها البيت الضيقة مشمخة وفيها ضو خفيف يسموها بيت الكياسة. وباش تكون العروسة باهية وبشرتها حنينة وضاوية، كانوا يديروا لها صابون زاير، الحجرة الصفراء، الجير والطفل وحتى زيت الزيتون. أنسى داخل الحمام يبقوا يحضروا في الله والأولياء الصالحين تاع القصبة بتولويلاتهم اللي يهزوا الحمام. بعد ما نطفوها وعطروها يلفوها بسلابة الحمام كبار لونهم خوخي وفوق راسها البنيقة. قبل ما يزينوها المشطة والنظرة يسربوا على كامل الناس اللي كاينة في الحمام الشربات، الكعك والفاكية. العروسة تزور الحمام ثلاث خطرات قبل الزواج، المرة الأولانية ترجع مع ماليها وتحمم غير بالصابون، الزيارة الثانية تصبغ شعرها وحواجبها بالحنة ودير الرجينة، وفي الزيارة الثالثة اللي يسموها حمام الواشي توجد روحها ليلة الحنة. هادو هما عوايد ناس العاصمة، وحمام العروسة جزء من تاريخنا الجزائري، وكل منطقة وكل عائلة غيروا عندها تقاليدها الخاصة بها. ومن نحكي على زمان أظن على الحمام، وش من حمام، حمام العروسة، وكل عروسة من العين محروسة، يجعلها إن شاء الله ريكة من بين النساء.